ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير، أهلا بك سيدتي. أهلا بكم سيدي، فرحتونا بزاف بهذا القناة، رانا فرحانين بكم بزاف بزاف الله يفرحك. وفرحانين بهذا الخبر. وش كان إحساسك سيدتي فاطمة كي سمعتي الخبر هذا؟ شوف اش نقول لك حاجة خويا، نعم، أنا حبيت نبلغ لكم واحد الرسالة، نقول لكم برك، نقول لكم بلي راكم تحوسوا تحطموا الجزائر من التحيات السبع باش تكونوا نتوما نقطة إثارة لغضب الشعب الجزائري. هذا النميمة اللي راكم ديروها لنا، ماذا بكم تحبسوها؟ احنا رانا لاباس علينا. ونسألكم سؤال مباشر، لماذا هذا التوقيت بالذات؟ لماذا هذا التوقيت بالذات أولا، ثم ماذا يحاكوا ضد الشعب الجزائري من وراء هذه الأخبار ومن وراء هذه القناة؟ قناتكم يا سيدي لا تعجبنا تماما كجزائرية من الجزائر. لكن حق في سيدتي، لكن حق في باش تقولي بلي قناتنا لا تعجبكم. كاين الاف القنوات الفضائيه، كاين ناس تعجبهم كاين ناس ما تعجبهمش، ما تعجبنيش، شوف انا ما ولكن قلتش حق في ذلك سيدتي. شوف هي الحق في ذلك، نعم لا طبعا، تعجبهم الشعارات التي تبثوا وكاين عليهم. الناس يعيطوا لنا يقولوا لنا قناتكم تعجبونا. اكذبكم كل التكذيب، لا اصدق ما يبث الان على زابي المباشر عن طريق سيدتي، هذا. ولا شوف نقول لك حاجه، تفضلي. من غير الجزائر ما تخربوش فيها، بلادنا هي بلادنا والجزائريين يبقوا فوقكم جميعا. ونقول لك ناكد لكم واش ونقول تحبي لكم سيدتي، تبعد قناة فريدة اليتيمة اللي تهضر مع الجزائريين؟ لا شوف، ماذا بينا يكونوا فيها قنوات اكيد تفضلي سيدتي، تحبوا. حنا ما نهضروا على النظار، دافعي على النظار، لكن الحق باش دافعي ليه. حكمته شرطة سويسرية أو تولي القاضي باش في الحبس، هضري على النظار ديفونديه. ما دفعت، علاش ندافع على النظار؟ أنا علاش مالك تدافعين ندافع أنا؟ على النظار؟ لا، انا من تفاجات هذا عيطي سيدتي باش تقولي ده القناة تاعكم مش مليحة، أعطينا الأسباب. لا ياه، درنا حصة خاصة باسكو الجنرال نزار حكمته لا بوليس. أعطينا رأيك سيدتي. نحب نفهم السيدة اللي كانت تتحدث الآن، راهي تقول قداش لي في عمرك سيدتي من فضلك؟ علاش تحبط على عمري؟ دوكا باش تحبط نقول على لك عمري قداش سنة وأنت تتفرجي في اليتيمة؟ عندك 40 سنة وأنت تتفرجي في اليتيمة ما عيطتيليش ولا يوم. كنا عندنا شهر وحنا نهضروا عيطتي لنا وقلت لنا مش مليحة. سيد لا ديكتاتور هذه انا سيدتي. على القنوات كنا نشوف القنوات كنا نسالكم واش لماذا من الان القنوات راكي بالذات؟ تشوفي؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ نشوف القنوات العربيه، نشوف القنوات الغربيه، نشوف ما يحاك ضد الجزائر، المحاولات اللي راكم أكي إذا أنت ما يحاك ضد ضد التفتح الجزائر. السمعي البصري سيدتي. لا لست ضد التفتح السمعي البصري، بل انا مع التفتح السمعي البصري، يخلص لكن لنا، أعطينا لوتوريزاسيون باش نهضروا. ضد ما يحاك ضد الجزائر وش الان في هذا يرحاك؟ التوقيت بالذات. علاش نديرو في لا الحياة كلها أنا سيدتي؟ جزائريين عايشين في الخارج أم يتصلوا بجزائريين في الداخل؟ لا تحوسي تمنعيهم من ذلك. أه كاين جزائريين من الداخل يعيطوا لنا. هم يعيطوا لكم، لكن الاتصالات اللي راني نسمع فيها الان راني نشوف فيها مفبركه. لذلك أعطيناك الحق باش تهضري سيدتي. نشوف تيار فيها ما كاينش مفبركه، مفبركة، أهضري سيدتي. نشوف فيها مفبركه. أه هذا واش راني نقول لك، انا عيطت لكم باش نقول لكم يكفينا من فبركه وأنت الاحداث الدليل فقط. الأسمى باللي ماناش فبركة باش تخلينك تعقبي. كيفاه؟ دافعي على النظام، دافعي على النظام هذا، عندك حق باش تدافعي عليه ما سيدتي. دفعش انا نظام، مش ندفع على نظام، ما دفعش على نظام، انا ماشي ندفع على نظام، على انا ما تحبي ندافع تدافعي على الان، الجزائر؟ ندافع على بلادي انا. لكن الحق في ذلك سيدتي. كرهنا من هذا الامور هذه، من الخربطه هذه، كرهنا لا من لا باش الخربطه. نقولوك باللي احنا أحرار تاع الصح، حنا نخليوك تهضري، تفضلي اهضري. بارك الله فيك سيدتي، نشكركم إخواني الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كل إنسان حتى الجنرالات لهم الحق بالاتصال معنا والاتصال مع الجزائريين بصورة شفافة وبكل حرية. قناة رشيد قناة كل الجزائريين، مش قناة إسلاميين ولا ديكتاتوريين ولا الدي ار اس ولا اليساريين ولا اليمينيين ولا الوسطيين، قناة تاع كل الجزائريين، ولكم الحق في الاتصال معنا في نقدنا في المشاركة. بصح باش تقول لك باللي انتم قناتكم تحكم، ماناش نحكم. الرئيس تاعنا يقول لك باللي ديروا السمعي البصري، درنا قناة عيطوا لنا باللي قال لك باللي راكم تحكم الجزائر. هذا العدو الخارجي لازم نحيوها من بالنا باش نبنيو جزائر افضل، افضل حرية، افضل ديمقراطية. لذلك فتحنا كل هواتفنا، سكايب، انترنت، باش كل الجزائريين
بإمكانهم الاتصال معنا.